فيليكس شلوموفيتس متسلق جبال ومرتفعات إسرائيلي الذي أصيب بمرض ILS الذي يصيب العضلات وجهاز الأعصاب. فيلكي قرر التسلق على بناية إسرائيل المرتفعة في وسط تل أبيب، هدفه تثبيت معنى وماهية هذا المرض. Before I got sick 5 years ago, I was a climber, rock climber for 25 years. And this is my way to raise the awareness. So we're going to go all the way up the building. And we really hope that this climb is going to raise the awareness. And I wish it's not. I'm going to have some other climbs, but as my test looks now, I might not have. So it might be my last climb. And I will be very happy if I would know that people are aware about this disease. هذا المرض أصبح مشهورا بين الناس بعد أن أصيب فيه الكثير من المشاهير مثل لاعب كرة السلة الأمريكي وآخرون. المرض يصيب الأعصاب وبالأخص يصيب عضلات الجسم، ومن شأنه أن يسبب حتى الموت. شلومو كان مصرا على القيام بهذا الأمر من رغم من الخطورة الموجودة، لذلك نراه يجلس على مقعده الخاص قبيل بدء التسلق وسوف يرافقه متسلقون آخرون. People die within 5 years, some of them in 1 year or 2 years. Up to date, there's no cure for this disease. As about my condition, as you can see, I cannot breathe. I need the help of a ventilator, and I can hardly move. This is the fifth year. على ما يبدو هذا ليس التسلق والمغامرة الأخيرة بالنسبة لشلومو، إنما هذه هي بداية طريقه في التعريف عن هذا المرض وفي حثه للبحث وراء العلاج لهذا المرض الذي منع منه أمنية حياته بأن يكون من مشاهير التسلق.